السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. مرحبا بكم من جديد على قناتي عطر المطر. قبل كل شيء كنبغي نشكركم على جميع التعاليق الزوينة والمشجعة، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنعتذر أيضا لأنه ما قدرتش نجاوبكم وما قدرتش نلوح باقي فيديوهات في هذه الفترة هذه، لأنه كيف ما كتعرفوا راه كانوا عندي امتحانات. لذلك كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وتفاليديو لي موديل ديالكم بنقطه متميزه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندوي على المسرحيه ديال اغناني بصفه عامه، يعني شنو كان الجديد فيها مقارنه بالمسرحيات اللي كانوا قبل، وغنحاول نشرح اكزاكتومون لا سين 1 اللي كاينه في اكت 1، وداكشي الضروري اللي خاصكم تعرفوه باش انه تقدروا ديروا لو كومونتير كومبوزي لشي سين الا تحطت لكم. قبل ما نبدا في الشرح غادي نخلي لكم في الشاشه اسم الصفحه ديالي على الفيسبوك بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معايا. وحاجه اخرى بغيتكم تخليوا لي في التعليق المدينه اللي كتبعوني منها باش نقدر نعرف واش الجامعه ديالكم عندها نفس المحتوى ديال الجامعه ديالنا، وفي حاله كان مختلف نشوف اشنو هما الروايات ولا المسرحيات اللي كتقراوهم في لافاك عندكم. اذا اللي كيهمو المحتوى ديال القناه ما ينساش انه يشترك عندنا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. بالنسبة لإغناني هي مسرحية مكتوبة بقلم الكاتب الغني عن التعريف الفرنسي فيكتور هوغو. هذه المسرحية بالضبط إغناني فتحت الباب النوع جديد من أنواع الكتابة في المسرح، لأنه كسرت تقريبا كاع القواعد اللي كانوا في العصر الكلاسيكي. لذلك المسرحية دارت ضجة كبيرة ودارت لنا ما يسمى بلاباتاي دغناني، وكانوا عندها منتقدين كتار، وفي المقابل كانوا ناس فرحانين بهذا التغيير لانه كانت كتعتبر بحال هاد الاغناني ولا هاد الطريقه الجديده في الكتابه هي وسيله جديده للتحرر من الافكار الكلاسيكيه. وكيف ما كتعرفوا انه هاد المسرحيه كتنتمي للتيار الرومانسي لو رومانتيزم اللي فيها تشجيع الحريه في كل شيء، سواء في الجانب الاجتماعي ولا في السياسي او حتى الادبي. بالنسبه لو درام رومانتيك جانا كيرفض لينا هذاك لو تياتر كلاسيك، لانه لو تياتر كلاسيك اللي قرينا كانوا فيه قواعد خاص الكاتب الا بغى يكتب شي مسرحيه ينضبط ليهم وما يخرجش عليهم. بالنسبه للناس اللي كانوا في لي رومانتيزم ولا الكتاب اللي كانوا في هذيك الفتره، هذوك القواعد كانوا كيقيدوا ليهم الخيال، وكانوا كيقيدوا ليهم هذوك الافكار اللي بغاو يكتبوا عليهم ولا الاعتقادات اللي كيامنوا بها. لذلك الكاتب فيكتور هوغو تمرد وكتب لنا هاد اغناني باسلوب جديد مختلف تماما على داك الاسلوب. كان فيه واحد الخلط ما بين بزاف ديال الحوايج اللي الكلاسيكيين كيرفضوهم، يعني يما المسرحيه تكون مضحكه ولا تكون كتبكي، ما يمكنش نخلطوهم بجوج. وهو في المسرحيه ديالو خلط لينا هاد الامور بجوج، الضحك والبكاء. هادوك لي تخواز يونيتي، يونيتي دو طون، يونيتي داكسيون، يونيتي دو ليو، تقريبا ما احترمهمش كاملين. مثلا في يونيتي دو طون ما كانش عندنا 24 ساعه،
حيتاش لاكسيون سو ديرول بلوزيور موا. لونيتي دو ليو حتى المكان ما كانش عندنا نفس المكان، اختلف ما بين لاكت 1 و لي زاكت لي جو من بعد. لي ريغل دو بيان سيونس نو سون با ريسبكتي، حيتاش كان عندنا مشاهد ديال القتل وهذا الشيء كيترفض في لو تياتر كلاسيك، يعني ما خاصكش تبين شي مشهد فيه العنف ولا فيه القتل الى غير ذلك. يعني احنا بالنسبه لهاد اغناني هادي شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا في هذه المسرحيه انه اولا نعرفوا القصه علاش كدوي، ومن بعد نعرفوا في انه في كل مشهد شنو هي القاعده اللي تكسرات. وهذا الشيء اللي غنشوفوا ان شاء الله ملي غنديروا الدراسه لاكت 1 سين 1. بالنسبه للفكره العامه كتدوي على واحد قصه حب ديال واحد السيده اللي كيبغيوها ثلاثه ديال الاشخاص، اغناني، دونغي غوميز، ودون كارلوس. كاين لونكل ديالها دونغي غوميز، دون كارلوس هو ملك، واغناني هو الشخص اللي كتبغيه هي من هادو كاملين. الوغ بالنسبه لاغناني باردون دوناسول هي الشخصيه الانثويه الوحيده في هذه المسرحيه، من غير هذيك الغوفيرنونت اللي كانت في الاول ديال المسرحيه، والابطال الاخرين كانوا كلهم رجال. كيف ما قلت انه دوناسول كانت كتبغي فقط اغناني اللي هو البطل، وكتقرر انها تغامر بكل قوه بكل. يعني حنايا هنا في بالنا راه حنايا كاينين في اسبانيا. Une chambre à coucher, la nuit, une lampe sur une table. Alors, حدد لينا الوقت، حدد لينا المكان بالضبط اللي هي une chambre à coucher، ودار لينا لو ديكور، شنو كاين في لو ديكور؟ une lampe sur une table. بدا بدونا جوزيفا دوارت، vieille، وصفة، ça veut dire شرفات، شرفة، en noir، avec le corps de sa jupe. كوسي دو جي على لا مود ديزابيلا دو كاتوليك. يعني وصف لينا اللباس ديالها، شنو لابسه، الشكل ديالها، لا مود ديالها، ايتترا. بدات المسرحيه دابا. دونا جوزيفا سول بوحدها، ال فيرم لي ريدو كراموازي دو لا فينيتر اي مي اون اوردر كيلكو فوتوي اون فراب ا اون بوتيت بورت ديروبي ا دروات ايل ايكوت اون فراب ان سوكون كو. يعني دابا المسرحيه ها هي بدات، هي تتقاد فلي كتسد فلي ريدو، كتقاد لي فوتوي وكتسمع الدقان. سي بيان ا ليسكاليي فيت اوفران، هذا هي اللي تتدوي. من بعد عاوتاني عندنا ليدي داسكالي، ايل اوفر لا بوتيت بورت ماسكي انتر دون كارلوس لو مونتو سور لو ني et le chapeau sur les yeux. دابا بالنسبه لينا حنا اللي تنقراو عارفين شكون اللي داخل، عارفين بلي دون كارلوس اللي داخل، ولكن الناس اللي كانوا ديك الساعه كيتفرجوا ما كانوش عارفين بلي راه دون كارلوس. الوغ واحد لانكوني، حتى واحد ما عارفو، لانه لو مونتو سور لو ني ديال هذاك لو مونتو على نيفو اي لو شابو سور لي زيو. الوغ الشخصيه ديالو ما واضحاش، ما عرفناهش، مجهول. هاد دونا جوزيفا كانت كتعتقدو بلي راه هو اغناني، مي من بعد هاد ديداسكالي الى انترودوي الى اكرات سون مونتو الى سفوار ان ريش كوستوم دو فولور اي دو سوا على مود كاستيلان دو 1519 اي لو ريغارد سو لو ني اي ريكول ايتوني. هادو راه سو سون دي داسكالي. كوا سينيور اغناني سني با فو مان فورت فو. هي كانت كتعتقد بلي راه اغناني، مي ملي كشف على الشخصيه ديالو عرفاتو بلي راه ماشي اغناني. من بعد هاد دون كارلوس لوي سي سون لو برا دو مو دو بلوس دو جين فو زيت مورت. الوغ سماها دو جين، و دو جين شنا هي؟ sorte de gouvernante âgée charge en Espagne de surveiller la conduite des jeunes filles et des jeunes femmes. من بعد دون كارلوس لوي سيسون لو برا بحال قلتي
طوالها دراعها ولا شدهم ليها بواحد القوة. دو مو دو بلوس دو جين فوزيت مورت، يعني قالها الا بقيتي زدتي جوج كلمات فوزيت مورت. وبقى تيشوف فيها فيكسمون في عينيها، il s'était effrayé، يعني خلاها مرعوبه ولا مذعوره. suis-je chez Donatol، يعني راه انا دابا عند Donatol، لان هذيك لا شومبر اصلا ديال شومبر اكوشي ديال Donatol. هو عنده ديجا شي اخبار على Donatol، fiancé au vieux duc de Pastrana، son oncle un bon seigneur caduc, vénérable et jaloux. Dites, la belle adore un cavalier sans barbe et sans moustache encore et reçoit tous les soirs malgré les envieux. La jeune, le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux, suis-je bien informé? يعني بحال كنقولوا في المغرب بالمغربيه كيقلقلها، صافي دير بغي يعني يتاكد من الاخبار اللي عنده. هاد Donatol هي مخطوبه لسون اونكل، يعني وعدات لونكل ديالها انه غتزوج بيه، ولكن او ميم طون هي كتبغي ارناني. هذاك اللي مخطوبه ليه واحد كبير في العمر، فيو ما ذكرش لينا السميه ديالو، قال هي فيو دوك دو باسترانا، son oncle Osfolina un bon seigneur caduc vénérable et jaloux. Ou gal la belle، la belle شكون هي la belle؟ ça veut dire Donatol. Donatol adore un cavalier qui dit هنا على ارناني، un cavalier sans barbe et sans moustache encore. alors كيحكر على هاد Dona Josefa على اساس انها تجاوبو، قالت لي قلتي ياك منعتيني انه ندوي، قال لها حتى دابا قلت لك هي قولي وي او نو. بقات تجاوبو بدي ريبليك اللي هما كورت، وسولها واش لو دوك سون فيو فيتور اتابسون ا سيتور، يعني واش ما كاينش فهاد اللحظه هادي. قالت ليه وي، قال لها واش كتسنى سون جون، سون دوت الا طون سون جون، يعني كتسنى ارناني. قالت ليه وي، قال لها واش فهاد البلاصه فين غادي يدوز لو رونديفو او بيان لونتروتيان. قالت لي انكور وي، هو يقول لها تخبيني. في الاول بحال الا تعجبات، ولكن من بعد مني بقى عاوتاني تيهددها على اساس انه تخبيه، فاش قال لها شوازي دو سيت بورس او بيان دو سيت لام، صافي قررت انها تخبيه في لارموار اتروات. برسك هنا كتسالي السين 1، ومن بعد كندخلو في السين الثانيه اللي كتكون في واحد شويه دونا جوزيفا مع Donatol، ومن بعد تيجي ارناني. الوغ حنا غنحاولوا نشوفوا بالضبط السين 1 اشنو ممكن نكتبوا عليه في لو كومونتير كومبوزي، وفي حاله يعني عجبتكم الطريقه وبغيتونا نكملوا اختاروا دي سين اخرين ونخدموا عليهم بنفس الطريقه. كيف ما كنعرفوا في لو كومونتير كومبوزي راه كاينه لانترودكسيون لو ديفلوبمون اي كونكلوزيون. دابا هادشي اللي غادي نقولو اليوم هو على حسب الاستاذ ديالكم وكيفاش تيخدم معاكم، لانه في الادب بصفه عامه راه كل استاذ وشنا هي الطريقه اللي كيتصور بها داكشي اللي كيبغي انك تعطيه ليه في الامتحان. كاين اللي كيبغي لانترودكسيون تعمرها وتعطيه التفاصيل ديال الكاتب ولاش من تيار تينتمي هذاك التيار الادبي تدوي عليه حتى هو، ودي لا سيتوياسيون دو باساج وبزاف ديال الحوايج. وكاينين اساتذه اللي كيقول لك لا، جمله قول لي فيها، قول لي هذه المسرحيه سميتها وشكون اللي كتبها، جمله اخرى دير لانونس دي زاكس ومن بعد دوز لو ديفلوبمون. يعني هذا الشيء كيرجع بشكل اساسي على الاستاذ اللي تتقرا عنده، داكور. ولكن على العموم اللي خاصو ضروري يكون انها تقول راه عندنا لو درام رومانتيك، وتقول بلي راه مكتوبه كتبها فيكتور هوغو وفي اش من سنه تعرضات، من بعد تدوي على لي زاكس اللي غادي تدوي عليهم ولا لي دي جينيرال ديال هاد لا سين اللي انت هتدوي عليها. الوغ لو درام رومانتيك ايني او ديبي دو 19e سيكل، سيت اون فورم ليتيرير ابارتونون او تياتر. فيكتور هوغو ني en 1802 et mort en 1800.
85, est un poète, dramaturge et prosateur romantique français. Nous allons étudier la scène 1 de l'acte 1 d'Hernani. Cet extrait nous présente une scène entre Don Carlos et Don Josefa. Hernani de Victor Hugo est un titre éponyme. Il nous présente le personnage principal. C'est l'histoire d'une femme pour trois hommes. Chacun des hommes se bat pour avoir cette femme. C'est un drame romantique. Alors, en quoi ce texte crée une rupture avec le classicisme et remplit son rôle de scène d'exposition? قبل ما نكمل عفاكم كل واحد يهز ورقة وستيلو ويكتب الانترودكسيون ديالو بالطريقة ديالو ويحطها في الكومنتير واللي يصيفطها ليا في الفيسبوك ونتناقشوا عليها ونشوفوا الى اي مدى صحيحه وحتى هاد الانترودكسيون اللي قلت دابا انا لانه انا ماشي انا اللي كتبتها كاينه في واحد السيت ولكن مع ذلك حتى هي خاصنا نتناقشوا عليها يعني مثلا شنو هما الحوايج اللي خاص اللي كتشوفوا راه ما خاصهمش يكونوا شنو هما الحوايج اللي خاصكم تشوفوا راه ضروريين يكونوا هادشي على حسب كل استاذ كيف ما قلت قبل دابا اللي خاصنا نتسائلوا علاش حنا قلنا راها اون سين ديكسبوزيسيون كيف ما تتشوفوا انه في البدايه يعني حطونا في واحد السياق تاريخي ديال واحد الانسيان كابيتال اللي هي ساراغوس 1519 يعني احنا محطوطين في واحد كادر سباسيو تومبوريل La mise en place d'un drame historique espagnol avec les didascalies initiales. هادشي كله كنشوفوه في لي didascalies. عندنا aussi le décor. Le décor, une lampe sur une table, les rideaux cramoisis. عندنا aussi les costumes. Les costumes بحال مثلا دونا جوزيفا عندها à la mode des habits la catholique. بالنسبه لدون كارلوس قال لك il écarte son manteau et il laisse voir un riche costume de velours et de soie à la mode castillan de 1519. يعني اللي ممكن نقولوا هنا dans ces pièces Victor Hugo utilise des didascalies très précises pour mettre en place le décor et le personnage. C'est une démarche propre au romantisme. Où les preuves, dès le début, Victor Hugo ne plonge dans l'Espagne. Et ni bhal el katib qui même si حنايا ما حاضرينش في 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 المسرحيه ولكن هي من خلال لي ديداسكالي يعني المشهد كيقدر انه يتصور لنا في العقول ديالنا يعني حنايا تنشوفوا هاد كنتخيلوا هاد دونا جوزيفا من خلال الوصف اللي عطاها وكذلك دون كارلوس من خلال الوصف اللي عطاه وكيفاش دخل وحتى من خلال لي باغول ديالو كنقدروا نتصوروا كيفاش غتكون الشخصيه ديالو وقدرنا نعرفوا واش هو غني ولا فقير ابارتيغ هاد اليكرات سو مونطو اي ليس فوار ان ريش كوستوم ولا شامبر est plongé dans un clair obscur. واحد الضوء اللي غادي يكون اللي غيكون خافت لانه هي ديجا il ferme les rideaux وعندنا une lampe sur une table. On passe maintenant au personnage. عندنا les personnages présents. الناس اللي حاضرين جسديا في المشهد. Don Carlos. Le spectateur ne connaît pas son identité. حنا ما عارفينش الجمهور ما عارف الشخصيه ديال مي لو ليكتور سي في الاول الي ديسيمولي لو مونتو سو لو ني اي لو شابو سور لي زيو ما عرفناش ولكن اللي عارفين انه الي اوتوريتير اي دون دي زوتر الى لاحظتوا بلي لا بلوبار ديال لي فيرب اللي كاينين هنا مصرفين في لامبيراتيف يعني فيها واحد النوع ديال الامر Vite, ouvrant. Vous répondrez peut-être. Cache-moi, séant.
يعني عندنا نومبرو امبيراتيف اي ال مناس بوز دي كيستيون وهي تيسولها وكيسولها ب ب تيتوا ولا بارفوا كيستعمل في فوا ولكن بار بار ايروني وفي الاخير تيتخبى في في في, في لارموار يعني حنا تنعرفوا بلي دون كارلوس راه ملك ان نوبل يعني ما تليقش لي انه يدخل يتخبى يعني بحال قلتي هنايا كاين واحد التضاد وهذا التضاد هذا حاضر بقوه في في في, في المسرحيه كلها بزاف ديال الحوايج متضادين كاينين وميم سي في هاد في هاد لاسين هادي كاينين فيها تضاد مثلا هاد دون كارلوس هو من لي نوبل او كونترير هاد لا في هادي العكس ديالو من لي بوف بالنسبه لافي دون جوزيفا ولا دونا جوزيفا لافي سولون لا ديداسكالي انيسيال اي ديمودي ديمودي حيت تستعمل هذيك ا لا مود ديزابيلا لا كاتوليك وهاد ايزابيلا لا كاتوليك رين دو كاستي بوي ديسباني ابري سو مارياج افيك فيرديناند داغون اي ابري لا شوت دو جرينالد يعني بحال قلتي راه لو ستيل ديالها قديم اي لو كافاليي لا نوم جوجين معيتش ليها بسميتها وقال لها جوجين جوجين غوفيرنونت او فام اجي شارجي de veiller sur la conduite d'une jeune personne. تتبان في الاول ظريفه ولكن هي خبيثه. Il se moque de Don Carlos et il finit par accepter la bourse qu'il lui donne. يعني قبلات مازال بهذيك لا بورس اللي عطاها فاش قال لها تختاري ولكن اصلا ما كانش عندها اختيار كان ضروري انها تقبل لا بورس ولا راه غتموت. Puisque Hadek a un soldat est un roi. Alors, il joue aussi le rôle traditionnel du valet qui protège les amours de sa maîtresse. Alors, protège les amours de sa maîtresse ou gouvernante de la دوناسول كيف ما عندنا شخصيات اللي حاضره عندنا دي بيرسوناج ابسون اللي دوي عليهم دون كارلوس فلاسين كاينه دوناسول سي دون كارلوس كي لا بريزونت هو اللي قدمها لينا هنايا il semble tromper son vieux fiancé et oncle avec un jeune homme دابا الطريقه باش كيقدم لينا دون كارلوس هاد دوناسول هو كيقدمها بواحد طريقة بيجوراتيف يعني قدمها لنا على أساس أنها إنسانة خائنة حيتاش قال فيونسي أو فيو دوك دو باسترانا سون نونكل أن بون سينيور كادوك إي لا بيل أدور أن كافالي سون بارب إي سون موستاش أنكور يعني راها ديجا أونكاجي مع سون نونكل أو أو ميم طون كتبغي إغناني ودايرة معاه أن أونتروتيان بطريقة سرية Alors, donne-moi le portrait de Donna Sol, une femme légère et fourbe. Alors, elle a dit qu'elle était une femme ou moukhadi'a, munafiqa, khaina. Ou nous sommes bien loin de Donna Sol qui apparaît dans la scène 2. Elle a dit qu'elle était une personne qui a dit Donna Sol. Mais بعد الشخصيه اللي ما تذكرات وما حضراش هو son oncle. Un vieux duc. C'est aussi Don Carlos qui le présente en insistant sur son âge avec la répétition de l'adjectif vieux. Don Carlos qui présente le vieux duc, mais je ne sais pas si c'est le vieux. Qui présente le vieux duc, qui est très grand. Et qui présente بتضاد مع هذاك اللي مع اغناني اللي تتبغي دونا سول وكيقول لو قال لو فيو فيتور ايغ اوكزيمور ايرونيك عندنا فيو اللي هي قديم ولا شارف ولا وفيتور عنده علاقه بشي حاجه مودرن شي حاجه جديده مستقبل عندنا اوكزيمور
و هاد لونتيتيز ولا لوكزيمور كاينه في هاد لابارتي هادي مع لو فيو دوك اي لو جون امون، كيوصف اغناني بلي ايتان جون، وكيوصف دونغي غوميز بلي راه فيو، وبحال تيقدم اصلا هذاك التضاد اللي كاين ما بين هاد الجوج، ماشي هي في العمر ولكن حيت بجوجهم تيبغيو نفس السيده. Le mystérieux amant, شخصية ثالثة. Antithèse utilisée par Don Carlos avec la répétition de l'adjectif jeune. Cette antithèse sera reprise dans toute la pièce par Hernani. Lui-même, dans l'acte 3, son nom est donné par Donna Josefa lors du quiproquo. Alors, on a juste dit les شخصيات حاضرين ou les شخصيات غائبين ou assassin. إغنان. بالنسبة للانتريك ديال هاد لا سين devient une intrigue amoureuse entre trois hommes amoureux de la même femme prépara une بحال قلتي ثلاثة لواحدة. Le moment la nuit est propice à ce genre d'intrigue. عندنا le secret le mensonge entoure cette intrigue. Le secret عندنا déjà هاد le secret ديال انه لو جون مع دون كارلوس باردون دونا سول هيتلاقاو بطريقه سريه. عندنا هذاك الباب اللي كيقولوا ديغوبي سا فو دير راه ماسكي ما تيبانش. لو مونسونج لانه دونا جوزيفا تكذب على دونا سول وتخبي دون كارلوس في لارموار. سيت انتريغ اي ريفيلي بار لا تيراد دو دون كارلوس. La jalousie pourrait être alors au cours de l'intrigue. تساؤل اللي ممكن يتطرح دابا هو كيفاش يعني في هاد لا سين الاولى كسرنا شي قاعده من القواعد. Dès cette première scène, Victor Hugo mélange les registres de manière presque provocatrice. Le roi, le roi Don Carlos, personnage de tragédie, se cache dans une armoire, comme dans la comédie. يعني واحد الشخصيه اللي هي دراميه تتخبى في واحد الخزانه كيف ما في لا كوميدي. عندنا لي ديداسكالي بزاف وهذا الشيء ما كانش بزاف في التياتر كلاسيك. يعني اون كلك اشانج فيكتور ايغو بريزونت او سبيكتاتور تو لي انفورماسيون نيسيسير بور كومبروندر لا سيتوياسيون. C'est une scène d'exposition à la fois riche en action et en information. Presque là, je suis cool, le mohim. Tu goulouf le commentaire composé de la scène. D'abord, je vais vous dire que c'est un stylo, tu as voulu dire mouhawala. Qui fait ce que c'est le commentaire composé. Là, on a dit le commentaire composé, ou là, qui m'a brisé, je n'ai pas dit que c'est un stylo. حتى انا راه عندي بزاف ديال الكومونتير ولكن هي كنشوف كيفاش كيديروا من بعد كناخذ اكسترا ولا سين وكنحاول ندير لو كومونتير الراسي واخا نخطا ماشي مهم. المهم هو نتعلم كيفاش وتنتوما دابا المعلومات الاساسيه راه عندكم خاصك تدوي عليها بلي راها اون سين ديكسبوزيسيون. علاش راها اون سين ديكسبوزيسيون وشنو هو شنو هما الحوايج اللي كاينين في هاد لا سين مختلفين على لي سين اللي كيكونوا في لو تياتر كلاسيك. وكدير بريزونطاسيون ديال لو بيرسوناج لو ديكور لو ليو لو طون ومن بعد كدير خاتمه اللي تكون بسيطه ما تكونش معقده. راه المهم بزاف لو كومونتير كومبوزي هو لو ديفلوبمون هو اللي كيكونوا عنده يعني هو اللي كيكونوا عليه النقط بزاف. اما لونتروديكسيون راه ممكن تديها معاك من الدار تبدل هي فاش غتعرف لاكتوش من السينا تبدلها وتعرف علاش هادوي وهما اللي غتبدل. اما راه يعني السياق التاريخي ديال المسرحيه راه تكون ديجا عرفتيه. وحتى في الخاتمه راه ضروري ما كيكون عندها علاقه بلو ديفلوبمون يعني راه اسهل حاجه ولكن اللي خاصنا نركزو عليه هو لو ديفلوبمون. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا تكونوا استفدتوا. وخا راه قلت لكم بزاف ديال المعلومات حاجه من هنا حاجه من هنا حاجه من هنا.
ولكن انا شخصيا هكا باش فهمت داكشي علاش ما عرفتش هات يعني غتفهموا نتوما بهذه الطريقه هذه ولا لا. وتنتمنى التوفيق للجميع. اي سؤال خليه في كومونتير ولا في الصفحه ديال فيسبوك. كذلك ما نساش اللي بغا يدير التحدي ديال القراءه ديال الاغناني حتى هو يصيفط ليا باش نحاولوا نكملوها ان شاء الله قبل ما يعلنوا على النتائج ديال الغطاباج. رجعت لينا هو هذاك ما رجعتش راه ما نكونوش ضيعنا القراءه هكاك. سلامة، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اوغوفوار.